تقنية تصوير الفيديوهات اتطورت بشكل كبير جدا وتحولت لأشكال كتير زي الستوري والريلز في الفترة الأخيرة. طيب كمان احنا بقينا نشوف في الفترة الأخيرة إن أنا أقدر وأنا بتكلم في الفيديو كل كلمة أقولها في الفيديو تطلع مكتوبة قدامي على الشاشة. طيب إزاي بقى الموضوع ده بيتم؟ وهل بيتم بشكل بسيط ولا بشكل معقد؟ تعالوا نشوف الموضوع بيمشي إزاي. كل اللي انت هتعمله ان شاء الله انك هتروح على جوجل وهتكتب byte.tv، او انا طبعا هسيب لك الرابط بتاع الموقع ان شاء الله في الديسكريبشن. كل اللي هتعمله هتخش على الموقع دوت اللي هو اللي انت شايفه قدامك دوت، وهتعمل عليه ساين ان. يعني باختصار هتسجل على الموقع، طبعا بتسجل على جوجل بموقع بالايميل بتاعك على جوجل او على الياهو زي ما انت عايز. بعد كده هيفتح لك الصفحه دي على طول. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل جريت ا فيديو. لما بتدوس جريت ا فيديو ايه اللي بيحصل؟ بتعمل انت عايز الفيديو اللي انت تشتغل عليه، فطبعا بتاخده بتسحب الفيديو كده وبترميه هنا بالشكل ده كده دراج اند دروب، او انك انت بتضغط على الفيديو دوس اوبن هيفتح لك هنا. طبعا انا عشان الوقت بس فانا ايه مختار فيديو جاهز. بعد ما يحمل الفيديو قدامك عند الثلاث علامات ديت هتدوس كده على الفيديو نازل قدامك وهتدوس كلمه كونتينيو ايديتنج، يعني اللي انت عايز تعمل على الفيديو ده. طبعا الفيديو هو بعد ما يتحمل قدامك هتدوس هنا في العلامه زي المقص اللي فوق ديت اللي انت عايز تعمل ايديت على الفيديو. طبعا هنا لو انت عايز اصلا تغير المقاسات بتاعه الفيديو بتاعك على حسب البلاتفورم اللي انت هتنزل عليه فيديو، سواء على اليوتيوب او على تيك توك او على انستجرام. تمام، هنخش هنا كونتينيو اديتنج. طبعا الفيديو اهو قدامك، الفيديو ده ان شاء الله هينزل، يعني انت هتشوفه باذن الله عندي على الريلز، فانا قلت هاخد التجربه قدامك. هتيجي عند كلمه هنا ايدك الشمال سب تايتل، سب تايتل اهي تمام مكتوب عليه اي اي. يعني اي اي دي اختصار لكلمه الذكاء الاصطناعي، بتعمل بالذكاء الاصطناعي. هنا هتختار اللغه، تيجي عند كلمه لانجوج تختار اللغه، طبعا احنا بنتكلم عربي، وبعد كده هتدوس جنريت سب تايتل. لما بيخلص الجنريت بتاعه بيظهر قدامك الفيديو على الشاشه وبيبدا الكلام يظهر على ايدك الشمال. تعالى كده نجرب ونشوف. طبعا زي ما انتم شايفين بصوا الكلام عامل ازاي، يعني حاجة ما حصلتش وما خدتش اصلا ثواني. تمام زي ما انتم شايفين. طيب ايه بقى اللي انا ممكن اعمله؟ طبعا هنا في الجنب دوت ممكن اختار حجم الكلام، طريقة الفونت نفسه بتاعت الكلام، الالوان، هل انا عايز الكلام دوت يبقى في النص، في الشمال، في اليمين، زي ما انا عايز. عايز الكلام يظهر فوق، لو عايزه يظهر فوق فانا بسحبه كده لفوق مثلا، عايزه يظهر تحت فانا بنزله تاني لتحت، وهكذا. تمام، وهنا بقى الكلام نفسه بيبقى ظاهر في الثانية، عشان لو في كلمة معينة مثلا الكلمة ديت فيها غلط ممكن أصلحه أغير فيه، لو أنا شايف إني مثلا التقنية نفسها غلط في الكلام، لأن يعني في كلام مثلا ممكن يكون بيتقال باللغة العامية هو ما بيقدرش يترجمها لإيه للعربي، فبيدور على أقرب كلمة ليه. طيب إيه اللي أنا هعمله بعد كده؟ هاجي هنا هعمل إكسبورت فيديو، أدوس كده وبعد كده أعمل إكسبورت الفيديو. بعد ما هو هيخلص الاكسبورت بتاع الفيديو او استخراج الفيديو من البرنامج نفسه، فالمفروض ان انا بعمل ايه؟ هعمل داونلود. يعني اول بس ما هيظهر هنا الجزء ده اللي هو خلاص السيت اب بتاعه، الكلمه دي هي زي ما قلت لكم هتنور، هعمل لها داونلود عندي على الجهاز بتاعي، وكده يبقى خلاص الفيديو بتاعي نزل واقدر اشتغل بيه وانزله على الريلز واعمل اللي انا عايزه. اتمنى ان شاء الله تكون الحلقه او الفيديو النهارده يكون مفيد، وإن شاء الله تقدر تستفاد بيه في شغلك، أو تستفاد بيه لو أنت عايز تنزل ريلز عادي أو أي حاجة عايز تعملها. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك. أنا محمد السيد، سلام عليكم.